طبعا أستاذ محمد رغم مرضه ويعني كان مسوي عملية، لكن يعني آثر الظهور معنا على الهواء مباشرة رغم مرضه. شكرا جزيلا لحضرتك طبعا، وإن شاء الله الصحة والعافية. كم عدد سكان محافظة الديوانية مساحتها؟ يعني هذا السؤال الروتيني الأول أستاذ محمد. عدد سكان المحافظة حسب تقديرات عام 23 بلغ 1,467,127 نسمة. نعم. أما المساحة فهي 8,521 كيلو متر مربع، أي ما يمثل 1.8% من مساحة العراق الكلي. 1.8% من مساحة العراق تقريبا، يعني 2% إذا قربت. طيب 2% من مساحة العراق. طيب يعني ما هي الميزة الاقتصادية التي تتمتع بها الديوانية؟ نحن نعرف دائما أنه ميزتها الاقتصادية الزراعة، يعني هل صحيح هذا الكلام، وهل هناك ميزات اقتصادية أخرى أستاذ محمد؟ نعم، الميزة الرئيسية وطبيعة النشاط الاقتصادي الساد في المحافظة هي الزراعة. لملف الزراعة المحافظة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لكنه في الفترات الأخيرة تدرسون بسبب التصحر وقلة المياه شحة المياه انخفضت الإنتاجية إلى حد كبير. معروف الديوانية تنتج مادة رئيسية ومحصول رئيسي اللي هو الشلب. الشلب نعم، يتركز في قضاء الشامية وكذلك في أماكن أخرى، لكنه بسبب شحة المياه وعدم اعتماد طرق التقي الحديثة اللي تستخدمها كثير من الدول المجاورة لها، نلاحظ انخفاض إنتاج وإنتاجية هذه المحاصيل خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة. نعم، مرتبتها حاليا بنسب الفقر أستاذ محمد؟ بالنسبة للفقر هناك ترتيب حسب المسألة الاقتصادي الاجتماعي لإدراك الجهاز المركزي للإحصاء في آخر مرة، كانت ثاني أعلى نسبة فقر في المحافظة والتي بلغت 47.7%، وهذه النسبة حقيقة إذا كانت موجودة في دول أخرى سواء في دول الجوار الإقليمي أو في الدول الأمنية الأخرى تعلن حالة الطوارئ في المحافظة أو بالمقاطعة إذا كان نظام مقاطعة باعتبارها نسبة عالية. وارتفاع النسبة يرجع إلى مجموعة عوامل تكون في الديوانية مدينة محدودة في جميع المحافظات العراقية، يعني ما عدا نقاط حدودية صحيح هي نشاط، وتعتمد اعتماد كلي على قضية التوظيف. ناهيك أنه لا توجد فيها حسابات مقدسة بذلك المستوى اللي يجري لها باقي الناس في باقي المكانات ويوفر لها العملة. طيب. هاي العوامل ومجموعة عوامل أخرى اشتركت بطريقة أو بأخرى في ارتفاع نسبة الفقر بالمحافظة. طيب أنا أحاول إنه ما أتعب حضرتك بالكلام كثيرا، سأحاول أن يعني أختصر أسئلتي لحضرتك. حضرتك ذكرت إنه هي محافظة زراعية معتمدة على زراعة الشلب، بعد شحة المياه وزارة الموارد المائية حددت الخطط الزراعية مثل ما تعرف حضرتك، هل هذا أسهم بيعني اعتلاء أو صعود نسب الفقر في المحافظة، سيساهم بذلك؟ طبعا هو شوفناه نسبة الفقر ترتبط بطريقة أو بأخرى بالبطالة ونقص التعليم والحرمان والخدمات. يعني هل هناك نسبة مسجلة للبطالة حضرتك ولو قاطعتك؟ طبعا نسبة البطالة المسجلة عندنا حسب آخر مسح المحافظة، نسبة البطالة كل عامة وكل الرجال وكل النساء، هاي تقسيمات عن الجهاز مركز الإحصاء. نعم، نسبة البطالة العامة أو للرجال عفوا كانت 14.7%، النساء كانت 18.2%. أما نسبة البطالة اللي تقتدر وشير لها برنامجكم هي الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، اللي هي فئة الشباب اللي يتعاني من حرمان الأكبر. هاي النسبة مرتفعة بها تبلغ 35.8%، أي ما يقارب 36%، وهي نسبة أيضا تعتبر مرتفعة. فاحنا نشوف اذا مكان دي نسبة البطالة مرتفعة هتخلق سيولة مالية، هذا لا يعني ان نسبة الفقر ستكون منخفضة، بالعكس هناك ارتباط ايجابي ما بين نسبة الفقر ونسبة البطالة ومعدل البطالة في اي مجتمع معين. طيب
أكمل فكرة حضرتك عن يعني تراجع الزراعة بسبب يعني تحديد الخطط الزراعية من قبل وزارة الموارد المائية، هذا أسهم مثل ما ذكرت لحضرتك بارتفاع نسب الفقر، وأيضا باختصار ما هي المعالجات المطروحة من قبلكم كوزارة التخطيط؟ تفضل. حقيقة قبل ما أتطرق إلى موضوع المعالجات، نعم، اليوم النظام التعليمي العراقي يعتبر نظام تعليمي غير رسمي. القطاع الخاص لا يستطيع أن يوفر عمالة ماهرة. هناك فرق واسع بين العمالة العادية والعمالة الماهرة. أيضا انعدام أو عدم وجود بيئة قانونية تنظم العلاقة ما بين هذه الأطراف، خاصة القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص. النظام الضريبي الغير متسق في العراق، نظام ضريبي غير متسق. نعم. وكذلك الفساد المالي والإداري اللي ينهج في البلد منذ سنوات، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق عامة وفي محافظة القادسية أو الديوانية الخاصة. نعم. نعم. لا بد من وجود معالج. طبعا المعالجات ما تقضي على نسبة الفقر بهذا المستوى العالي، لكن تعمل على تخفيفه. تخفيفه. لأن لابد من وجود آلية وسياسة معينة واستراتيجية واضحة. هذه الاستراتيجية تكمن في تمكين القطاع الخاص العراقي من خلق وظائف لفئات الشباب اللي ذكرتها، اللي هي من 14 إلى 25 سنة، حتى نخفض هذا القطاع الخاص العراقي. حقيقة قطاع مترهل، قطاع يشمل وهو أشبه النظام العائلي، غير منفتح، منكمش على نفسه. كل هاي العوامل أثرت بطريقة أو بأخرى في ارتفاع نسبة الفقر. طيب. إذا لابد من وجود استراتيجية واضحة تتبناها الدولة العراقية لتنظيم العمل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي من شأنه أن يستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب، وبالتالي تقليل معدلات البطالة وانخفاض نسبة الفقر. مدير إحصاء محافظة الديوانية الأستاذ محمد الزيادي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ، وصحة وعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا.